بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيها المسلمون في هذه المدينة، مدينة ليريدا، نحن الآن متواجدون في هذا المكان، في مكان يعني له تاريخ قديم عتيق في هذه المدينة، في أعلى موقع من مواقع ليريدا وهو كاستيون القلعة. وها نحن الآن في هذا المكان، قد أذن لنا برفع الآذان، ولأول مرة في تاريخ هذه المدينة بعد قرون كثيرة قد أذن لنا أن نرفع الآذان ونبشركم خيرا بهذه المبادرة وهذه البشرى العظيمة التي نزفها لكم جميعا أيها المسلمون. فلحق لا شك والله إننا الآن ونحن ننتظر ما تفصلنا إلا دقائق قليلة عن آذان صلاة المغرب لأول يوم من أيام رمضان المبارك، وأننا ونحن نريد أن نشارككم هذه الأحاسيس وهذا الشعور الذي ينتابنا، شعور الحقيقة بالفرح والسرور والحنين والشوق إلى الماضي، إلى ماضي أجدادنا. نرفع الأذان في هذه المدينة بعد قرون كثيرة، نعيد بسم الله نسمع الأذان في مدينة من مدن إسبانيا. الآن أيها الإخوة ستسمعون الآذان إن شاء الله يرفع في هذه المدينة لأول مرة كما قلت لكم، ونحن نحس بشعور ممزوج بالفرح والسرور والحنين والشوق. والله لا نستطيع أن نصف لكم هذه اللحظات، لحظات من تاريخ هذه المدينة يرفع فيها الآذان للمسلمين بعد أن كنا نتمنى أن نرفعه على مستوى ضيق، وإذا بنا الآن نرفع الأذان في هذا الموطن وهذا الموضع. نعم، نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نعم أيها الإخوة، وقد سمعتم آذان صلاة المغرب في هذا الموضع في هذه المدينة، مدينة ليريدة، كما قلت بعد قرون ولأول مرة يرفع فيها الأذان في هذا المكان، المكان التاريخي، وهذا أعلى مكان والذي سمعتم منه هذا الأذان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا مبادرة خير للجميع إن شاء الله. بارك الله لنا ولكم ووفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه على الوجه الصحيح.